بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. صباح الفل او مساء الفل على اختي وحبيبتي وامي اللي بتتابعني. وحشتوني وحشتوني كمان مره وحشتوني. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم بالف خير. مشتريات الشهر، عارفه ان انا اتاخرت عليكم شويه بس غصب عني، كان عندي شويه حاجات كده فقلت بقى خلاص هصور لكم فيديو المشتريات ونشوف الاسعار ايه. وطبعا في حاجات ممكن هقول لكم اللي انا هشيلها الخزين شهر رمضان، وفي حاجات لو استخدمتها يبقى استخدمتها والف هنا وشفا. تعالوا بقى معايا نبدا كده ونشوف الاسعار، لان بصراحه انا مش هتضايق لوحدي، لازم اضايقك معايا. فالاسعار بجد صعبه جدا 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 جدا. ربنا يعيننا ويقوينا ويرزقنا كده الرزق الحلال، امين يا رب العالمين. قولي لي الاسعار اللي انا هقولك عليها ديت زي عندك كده، ولا الاسعار عندك مختلفه عن عندي؟ هل انت اغلى او انا الاسعار عندي اغلى؟ فهنقول كل حاجه في الكومنتات ان شاء الله، وهوضح لكم شويه حاجات كده ممكن اللي احنا نعملها تبقى الدنيا معانا تمام، وان شاء الله باذن الله خير. ربنا يا رب يبلغنا رمضان، امين يا رب العالمين. هنسمي اللي ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. وما تنسيش تحطي اللايك بتاعك، ولو انت اول مره تتفرجي على هبه ما تنسيش تحطي اشتراك وتفعلي الجرس على كلمه الكل عشان يوصلك كل الفيديوهات يا ست الكل. وطبعا ما تنسيش بقى الكومنتات بتاعتك الجميله، الكومنتات اللي هي ايه بتخليني كده اللي انا اقوم واعمل فيديوهات ونتنشط مع بعضين. طبعا مستمرين في تنظيفات رمضان، نزلت لكم امبارح تنظيفات رمضان، ان شاء الله باذن الله النهارده الاربع هينزل لكم مشتريات. ولو قدرت ان انا انزل لكم بكره فيديو كمان بقيه تنظيفات شهر رمضان، يبقى هينزل لكم بكره الخميس ان شاء الله باذن الله. فتعالي نشوف بقى الحاجات اللي انا جبتها بالاسعار. اول حاجه مكرونه، مكرونه الملكه، جبت من اللي هي الاقلام. انا عندي لحد دلوقتي، فاكرين لما كنت جايبه معاكم الشكاير؟ كله خلص الحمد لله، ما عدا المقصوصه وما عدا اللي هي الكوع، فدول الحمد لله كنت جايبه الكيلو ب 18 جنيه مين يشتري. المهم فاللي خلص عندي اللي هي الاقلام، والشعريه خلصت، والسباكيتي كمان خلصت. فانا بقيت دلوقتي اشتري ايه؟ اشتري التلات انواع دول، ما بقيتش اشتري بقى النوعين التانيين لان لسه موجودين عندي. بصوا اهي لسه، بسم الله ما شاء الله. مين يصدق المكرونه دي كانت ب 18 جنيه؟ المكرونه بتغلى يا جماعه حتى لو مشتريها. موكا سيب الستوره عشان الصوت. دي كنت جايباها السنه اللي فاتت ب 18 جنيه، كنت جايبه الشكاره كلها ال 10 كيلو ب 180 جنيه، كنت جايبه الانواع كلها. طبعا اللي متابعني من الاول اكيد فاهم. عندي بقى ديت دي اللي فايضه، عندي شويه الحلوين دول يطلعوا تقريبا 3 كيلو، وعندي زيهم، وعندي كمان اللي هي الخواتم اللي هي اكبر شويه اللي هي المقصوصه بمعنى اصح. فما بقيتش اشتري بقى ولا دي ولا التانيه، بقيت اشتري بقى الحاجات اللي انا اقول لك عليها دي. فجبت الملكه، جبت تلات اكياس، والكيس عامل 36 جنيه. قلت اللي انا هستخدمه طول الشهر والباقي هرحله للشهر الجاي، تمام؟ مع الاضافه كمان اللي انا شايله شويه حاجات كده على جنب وريتها لكم قبل كده. فالملكه عامله 36 جنيه. برضو الملكة شعرية جبت منها كيسين. بصي عشان انا مش عندي شعرية خالص فجبت كيسين بقى. الملكة ديت عاملة 36 جنيه برضو زي الاقلام، يعني المقصود الشعرية زي الاقلام بالظبط 36 جنيه، عنها اصلا كانت من حوالي كده اسبوعين كانت ب 28 وكده يعني. يلا الحمد لله. جبت برضو كيسين من اللي هي المكرونه الملكه، بس اللي هي الاسباجيتي الكيسين دول الواحد عامل 17 جنيه. كان نفسي الاقي اللي هي كيلو على بعضيها اسباجيتي بس للاسف ما كانش موجود، فجبت كيسين. الكيس ده طبعا 400 جرام انتوا عارفين، فما بيبقاش كيلو، يعني الاثنين دول مع بعض اغلى من الكيلو والوزن اقل كمان من الكيلو. دي كده المكرونات اشيلها عشان نوسع على نفسنا. زي ما قلت لك دي عامله 17 جنيه الكيس. جبت كمان حوا، ما لقيتش بقى الملكه لسان عصفور فجبت الحوا. حوا ديت لسان عصفور الكيس عامل 16 جنيه. بصراحه انا بحبها علشان خاطر بتبقى اللسان بتاعها رفيع كده مش طويل قوي اللي هو بتاع الطواجن، لا انا بحب اللسان عصفور يبقى صغير شويه يبقى في الشوربه طعمه حلو قوي. جبت كمان لمتنا جبتها لازانيا، قلت عشان ابقى اعمل لهم مثلا منها يوم في شهر رمضان كده مكرونه لازانيا عفوا، فديت انا هشيلها عشان نبقى متفقين.
دي عاملة 24 جنيه العلبة ديت. جبت كمان فشار عشان موكا عايزة تاكل فشار، كل شوية تقولي اعملي لي فشار اعملي لي فشار، فجبت لها بقى فشار. ده كيس فشار اللي هو الاطيب دوت، ده عامل 37 جنيه، او 37، 500 جرام مش 400، 500. الفشار رايح فين؟ ده كان ب2 جنيه الفشار. 2 جنيه زمان خالص. ايه ده كان من حبة صغيرين، صح يا جماعة؟ مش هو كان من حبة صغيرين والله، كان بسعر قليل. المهم جبت كمان دقيق، اللي هو دقيق احلى بداية، ولا احلى دقيق، ده احلى دقيق. جبت منه 3 اكياس، الكيس عامل 25 جنيه، مع اني كنت لسه جايباه ب19 جنيه. لسه كنت بصوا احنا محتاجين نقعد نولول كده. الاحلى بداية جبت ب25 جنيه، جبت كيسين عشان يقعدوا معايا شوية دول، يعني ممكن استخدم كيس اقلل استخدام شوية واروح شايلة كيس مثلا للشهر اللي بعديه وهكذا، يعني ربنا يعيننا. ندخل بقى على السكر. السكر عايزة اقول لكم انا ما عنديش غير شوية السكر دول، اهم دول كده شايفينه، شايفين شوية السكر دول. فبصراحة بيني وبينك انا محتاجة سكر وما عنديش سكر خالص، ومش عارفة اعمل ايه ومش عارفة اجيب منين. فروحت اشتريت علفة من عطار جنب البيت عندي في الحي الرابع، فكيس السكر عنده هو بيخرج كيس واحد، هو بيقولك ما فيش غير هو كيس واحد. فبصراحة اشتريت منه كيس السكر دوت حبوبة ب60 جنيه، ازاي مش عارفة، مع اني والله العظيم كنت لسه مشتريه اصلا من حوالي شهرين من بيم 27 جنيه، وكان في غلا وكان في ارتفاع اسعار، بس كان بيسمح لك الفرد ياخد كيسين بس. ما خدتش غير 2 فخلصوا الحمد لله. فجبت بقى اللي هو سكر حبوبه ده عامل 60 جنيه. لو انتوا تعرفوا حد بيبيع سكر بسعر قليل، لان انا محتاجه فعلا عشان داخلين على رمضان العصاير والحلويات والكلام اللي انتوا عارفين دوت محتاجه سكر، يا ريت تقولوا لي في الكومنتات، يعني يبقى كتر الف خيركم. او لو حد يعرف يبعت لي سكر وانا حاسبه يبقى كمام قوي. فجبت بقى اللي هو الكيس دوت كده، يعني انا هقفل عليه هكهربه، ده كده ب60 جنيه حبوبه. يلا الحمد لله على كل حاجة. جبت كمان بقى شوية حاجات. ندخل بقى في الحاجات ديت. ده كده برغل، جبت 1/4 كيلو برغل علشان خاطر ازود بيه اللحمة المفرومة ونعمل شوية كفتة حلوين كده عشان خاطر شهر رمضان. الربع ده عامل 12 جنيه، تمام. بس بعد ما جبته ندمت، مش عارفه ليه، قلت هو انا ليه اشتريته سايب؟ ما كنت اشتريته معلب كده او زي شركه مقفوله، على الاقل يبقى متنقي ويبقى نظيف، ما يبقاش في حصوات، ما يبقاش مثلا اللي هو تحسي كده وانت بتاكلي لي في حاجه بتقرمش كده تحت سنينك. فقلت بقى خلاص مش مشكله، كده كده انا جبته خلاص، المره الجايه لما اجيبه ابقى اخلي بالي من نقطه زي كده. جبت كمان 1/4 كيلو عدسه جبه، لان انا عندي حوالي ربع برضو، 1/4 كيلو عدسه جبه عاملها 20 جنيه. مش عارفه ليه شرقانه، حد عمال يجي في سيرتي. جبت كمان ب5 جنيه رده علشان خاطر عايزه اعمل عيش بالرده كده في البيت، يعني يكون حلو كده وخفيف. جبت ب5 جنيه، شويه دول ب5 جنيه، معرفش وزنهم قد ايه، انا قلت له عايزه ب5. جبت كمان ده ربع كاري، ما عنديش كاري خالص، انا التوابل اللي عندي بتفنش، بس ما رضيتش اشتري توابل بحيث ان انا ايه ان شاء الله باذن الله على اول الشهر هنزل اشتري التوابل اللي هي بتاعه شهر رمضان، يعني لو ناقصني فلفل، ناقص لي كمون، ناقص لي توم باودر، بصل باودر، بابريكا، الحاجات دي كلها. انا جبت بس النهارده الحاجه اللي هي مش موجوده عندي، تمام. ايه بقى اللي مش موجوده عندي؟ ال3 حاجات دول اهم، الكاري، وجبت ب15 جنيه قرفة عيدان او سيجار، يعني اهي بص ب15 جنيه 5 بالعدد، يعني واحدة ب3 جنيه. جبت كمان 1/4 كيلو اسمه ايه ده، 7 بهارات عشان مش عندي، بس دول الحاجات اللي هم مش عندي، اما الباقي كله بطرمان فيه معلقة معلقتين فهيكفوني ان شاء الله. جبت كمان فول مدشوش، جبت 1/4 كيلو فول مدشوش عشان خاطر عايزة اعمل بصارة، وعايزة كمان اخد منه شوية احطهم مع الفول وهم بيتعملوا، تمام كده. جبت كمان عدس اصفر، العدس الاصفر عامل 45 جنيه، نص كيلو، ده نص كيلو عامل 45 جنيه. جبت ب10 جنيه اسمه ايه، اللهم صل على النبي، ينسون، ب10 جنيه ينسون علشان خاطر بس يبقى ايه كده، ما شمه عايزه تشميه
ب10 جنيه ينسون علشان خاطر اعمله للولاد، لان عندي عمالين يكحوا عندهم برد. طبعا انا عندي اليانسون النجمه جايباه من حوالي شهرين، بصراحه بيبقى طعمه احلى منه والفايده بتاعته اعلى منه، بس منها ما بترضاش تشربه، فجبت لها دوت. وعندي كمان الفتله، فاللي هي عايزاه انا طبعا جبته علشان خاطر هعمله المغلي، وكمان هدخله في الحاجات اللي انا بعملها اللي هي قرصتين شويه منين حاجات زي كده. جبت كمان نص كيلو نشا، نشا النشا النص كيلو دوت، او هما ب20 جنيه، انا مش عارفه هو نص كيلو اكتر من نص ولا اقل من النص، هو دوت كده ب20 جنيه. بصوا جبت كمان ب20 جنيه شوكليت شيبس اهي عشان خاطر هعمل كوكيز لموكا. عايزه واحده؟ حبه هم مش واحده، يلا. فهعمل لها كوكيز، فجبت ب20 جنيه حلوين شويه دول كده يعملوا معايا مرتين مش مره واحده. كمان جبت كمان قلبين شوكولاته، القالب الشوكولاته دوت ب25 وده زيه ب25، مع اني كان ده ارخص وده اغلى، او في واحد بينهم يعني في فرق بينهم 3 جنيه، بقى دلوقتي كله زي بعض. ده ب25 كان ب12 جنيه. يلا جبت كمان سمسم، السمسم ده جبت شويه دول ب20 جنيه، انا عندي اصلا سمسم تمام، بس انا قلت ازود ب20 جنيه علشان خاطر ايه، هعمل طحينه في البيت، هعمل الطحينه وهعمل كمان بحتاجه لل، عايزه اعمل كعب الغزال اللي هو بالسمسم، فجبت ب20 جنيه. جبت كمان ربع كيلو زبيب، ملوش علاقه بيا، مش رمضان، ملوش علاقه بشهر رمضان خالص، انا جايباه علشان خاطر بحبه، لما لقيته عند الراجل فجبته. انا لسه هنزل اشتري يا مش رمضان على اول الشهر باذن الله. ده ربع كيلو عامل 30 جنيه. جبت كمان ب20 جنيه كريم جانتي علشان خاطر يبقى موجود عندي، بحتاجه في وصفات كتير. جبت كمان ب20 جنيه جيلاتين اهو. جبت كمان ربع كاكاو اسباني، ربع الكاكاو الاسباني ده عامل 65 جنيه، مش متأكدة قوي عشان ما اضحكش عليك، مش عارفة هو ب65 ولا ب75. بصوا جبت كمان، انا عندي في التلاجة مربى، عندي مربى التين وعندي مربى التوت تمام، فانا كنت محتاجة مربى فراولة وعايزاها عشان هعمل بيها حاجة مهمة، فبصراحة ما لقيتش بطرمونات، بس لقيت عند العطار اللي بيبيع دول، لقيته عنده اكياس اللي هي زي الكاتشب والمايونيز والفراولة والمربى قصدي والعسل وكده، فجبت منه 6 اكياس، الكيس ب2 جنيه، مربى فراولة لاني ما لقيتش بطرمونات. جبت ايه تاني؟ جبت علبة سمنة. الزيت ده انا ركناه على جنب عشان ليه قصة، ليه قصة معايا هحكيها لك دلوقتي. جبت علبة سمنة روابي اللي هي كيلو ونص، كيلو ونص صافي، وما احنا بنقول عليها 2 كيلو، بس هي اصلا كيلو ونص صافي، عاملة 185 جنيه. ربنا يعيننا يا رب ويقوينا. عاملة 185 جنيه. عارفين انا كنت بشتريها بكم؟ والله العظيم هقولك اصبري، ب20 جنيه. اه والله العظيم ب20 جنيه، متخيلة؟ واللي هي كانت وزنها كيلو، وهي اصلا مش كيلو، يضحكوا علينا، كانت 750 جرام، كانت 9 جنيه. اه والله. قولي لي بقى انت كنت زمان بتشتري علبة السمنة الروابي بكام علشان خاطر نفتكر الايام الحلوة. مش من زمان قوي على فكرة، مش كبيرة قوي، يعني ممكن نقول مثلا من 10 سنين كده ولا حاجة. دي كده علبة السمنة. جبت كمان شكارة رز. انا كنت في 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 في, في شارع 9 تمام كده، فلقيت الناس زحمة كتير قوي على السوبر ماركت، فدخلت بقى بصراحة اشتريت من عندهم شوية حاجات، بس الحاجات اللي انا اشتريتها استخدمتها، بس شكارة الرز فضلت معايا موجودة لحد دلوقتي. فدي هم مكتوبة على شكارة الرز سعر البيع للمستهلك 185، بس انا جبتها ب173 تمام. بص الحباية مش احلى حاجة، مش الطف حاجة اهي، بس هي شغالة يعني، مش عارفه ابينها لك ازاي، بس هي كويسه يعني، هي كويسه. ممكن نقول نسبه الكسر اللي فيها مش كاتبين، بيقول لك نسبه الكسر 25%، انا كنت لسه هقول لك 5%، هي فعلا نسبه الكسر اللي فيها عاليه قوي، بس بصراحه قلت طالما هي في عرض وانا محتاجه رز، ما كنتش محتاجاه قوي يعني، بس كنت محتاجه حاجات تانية، والحاجات التانية كان موجوده عليها عرض، فجبتها معايا بالمره. فما استخدمتهاش لحد دلوقتي، فقلت بقى ايه، ليه اللي هفتحها ليه اللي هركنها، هي ونصيبها.
فنصيبها جه بقى دلوقتي اللي انا اوريها لكم كمان، لاني جايباها من حوالي 10 ايام وهفتحها. بس كده ده اللي انا اقدر اقوله لك. تعالي ندخل بقى على الزيت، لان الزيت كارثته كارثه. قبل ما ندخل على الزيت، الرول دوت جبته ب 45 جنيه، كنت محتاجاه قوي فجبته بصراحه لان اللي عندي خلص. بالنسبه للطيط، طيط ايه؟ لا انا ما جبتش طيط، جبت اوكسي. الاوكسي جبته 4 كيلو، عليهم كيلو هديه، بس انا فتحته واستعملته عشان كنت محتاجه اغسل في الغساله ضروري. الاوكسي عامل 280 جنيه، الاربعه وعليهم كيلو هديه، يعني 5 كيلو او 5 وعليهم كيلو هديه، مش فاكره قوي. المهم اللي هو اجمالي 5 كيلو ب 280 جنيه، جايبهم بتاع منظفات جنب البيت. تعالى ندخل على الزيت. ازازه الزيت دلوقتي بقى في اي سوبر ماركت لكل شخص واحد ازازه واحده، ليه انا مش عارفه. والزيت دلوقتي بقى ب 100 جنيه، انا لسه جايبه ازازه زيت بس خلصت ب 100 جنيه، ولما رحت اشتري واحده تانية اهي جبتها ب 74 جنيه. 74 جنيه ازازه الزيت، بيقولوا عليها 700 جرام، لكن هي اصلا في الاساس 660 جرام. فانا جبتها واستخدمتها اهو زي ما انتم شايفين، تمام. فنزل عرض في بيم اللي هو عامل ازازه الزيت 700 جرام ب 60 جنيه. اسكت؟ لا ما اسكتش، انا محتاجه زيت شويه، دول هيعملوا معايا مثلا يومين وهتلاقيهم خلصوا. فروحت عشان اجيب لكل عميل ازازه زيت واحده. فاكتشفت بقى لما جبتها ورجعت البيت، دي عامله 60 جنيه ودي عامله 74 جنيه، يعني في فرق 14 جنيه بين الاثنين. طيب ده الازازه واحده، شكل الازازه، تصميم الازازه واحد، الفرق اللي هم مغيرين بس اسم الشركه من عليها. يعني انا مش فاهمه، وانتوا بتضحكوا علينا ولا في ايه بالظبط؟ يعني حد يفهمني، انا في حاجه غلط انا مش فاهمها. شكل تصميم الازازه واحد. على فكره الشركه دي اصلا كانت الازازه بتاعتها مربعه، وانتوا شفتوها معايا على فكره في الفيديوهات، لو ترجعوا للفيديوهات كده هتلاقوني انا كنت جايباها اصلا مربعه، فراحوا السوبر ماركت على اساس اللي هي مربعه، فلما لقيتها كده قلت خلاص مش مشكله، هعمل ايه ما انا محتاجاها. فجبت ازازتين، وطبعا هما بيدوا لكل واحد بس ازازه واحده، فانا كان معايا حد تاني فجاب لي ازازه. ف لا تعليق، فعلا مفيش رقابه ومفيش اسعار. الواحد هيقول ايه؟ قولوا لي عندكم الزيت وصل كام، الرز وصل كام. بالمناسبه في حد سالني بس على السمنه البلدي، انا هرد عليها دلوقتي. لو وصلتي معايا لحد هنا قولي لي جايبه ازازه الزيت بكام. انا لسه كنت جايبه ازازه الزيت اللي هي وزنها كيلو، كنت جايباها ب 100 جنيه بس خلصت. في كمان ازازه الخل ديت جبتها برضو من بيمبي، من وانا بشتري كنت اقول لك الصابون، وانا بشتري الزيت دوت عامله 16 جنيه، مع اني كنت جايباها الشهر اللي فات ارخص من كده بكتير، بس يلا الحمد لله. بص انا مش عارفه هي بتتفرج عليا دلوقتي وهتتابع الفيديو المشتريات ولا لا، بس انا هجاوبك دلوقتي وهجاوبك برضو في الروتين لو انت بتتفرجي على الروتين. قالت لي انت بتستخدمي سمنه بلدي نوعها ايه؟ بص انا بستخدم سمنه بلدي اللي هي مش من على النت، تمام، مش من على النت. ما جربتش اشتري حاجه من على النت عشان خاطر ما اعرفش مصدرها ايه، ودلوقتي الحاجه بقت غاليه قوي فالاسعار اوفر قوي. هجرب امتى اشتري من على النت مش عارفه، يعني على حسب بقى الايه المزاج. فبصراحه انا بجيب علبه السمنه دي من جنب البيت عندي، ده محل البان يعني الخديوي، هو عنده فرعين، فرع هنا في الهضبه الوسطى اهو، كنت بجيبها من ايام ما كنت ساكنه في السيده عائشه، فاكرين؟ يعني الـ التصميم اختلف، لكن انا كنت بجيبها اصلا من حوالي 3 او 4 سنين، بس ما كانش بالثمن ده، كانت ب 100 جنيه، بقت ب 250 جنيه. الوزن بتاعها صافي 850 جرام. هو فاتح في الهضبه الوسطى، تمام، في شارع الجامعه، وفاتح كمان في حدائق الاهرام. بس بسم الله ما شاء الله عليها، سمنه تحفه، بتخلي طعم الاكل رايح في حته تانية، حاجه كده بجد بجد سمنه بلدي فعلا. طبعا انا بستخدمها على طول، ما بسيحش ولا اي حاجه، يعني بستخدم كده على طول لان هي متسيحه ومتشال منها المرطه. لو عايزه قوالب بيبيع، ترقم التليفون معرفش ممكن يوصل لك في اي مكان انت عايزاه ولا لا، مش عارفه، معرفش نظامه ايه، وعشان جنب البيت عندي. خدي بقى سكرين شوت لو انت عايزه منه. البطرمان ده 250 جنيه،
وزنه 850 جرام صافي من غير ما تسيحي من غير اي حاجه، تاخدي البطرمون تشتغلي عليه على طول. انا عندي اصلا في الفريزر سمنه كور، هنسيحها مع بعض ان شاء الله باذن الله لما نخلص بس الاول تنظيفات رمضان ونلم المطبخ بتاعنا، لاني بصراحه انا روقت معاكم مكان ونظفته، بس لسه بقى بقيه المطبخ الجزء الثاني ان شاء الله باذن الله ربنا يقدرني كده ويقويني ونكمل مع بعض. طبعا لو وصلت معايا لحد هنا ما تنسيش تقولي لي اخر مره اشتريتي زيت زيت كان سعرها كام. و بحبكم جدا والله، مش عارفه اقول لكم ايه، يعني ربنا يعيننا ويقوينا ويقدرنا ويرزقنا رزق حلال ويسترها معانا، امين يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، امين يا رب العالمين. بحبكم جدا، شكرا جدا ليكم اللي انتوا وصلتوا معايا لحد هنا، ما تنسيش تحطي اللايك بتاعك. سلام عليكم.